مرحبا حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل أطيب كيكة إسفنجية بطريقة كتير سهلة ومكونات بسيطة. وهي الكيكة كيكة برتقال، طعمتها كتير طيبة، ومثل ما كون شايفين نتيجتها ممتازة جدا. شايفين حبايب؟ يعني بتطلع معكم رائع جدا. وتفضلوا معي على طريقة التحضير. أول شيء المواد الجافة، بدي الطحين، بدي أخذ كاستين ونص. هاي الكاسة يلي عم اشتغل فيها تطلع 300 ميلي. مثل ما نكون شايفين عم نخل الطحين، أخذت كاستين ونص، وبدي معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبدي رشة ملح. بحرك المواد الجافة بحطهم على جنب. هلأ هون في عندي 4 بيض بدرجة حرارة الغرفة، بدي انزل عليهم بكاسة سكر بنفس الكاسة اللي عم نشتغل فيها، وبدي معلقة كبيرة فانيليا. هلأ بحركهم مع بعضهم تقريبا بين 5 دقايق إلى 7 دقايق لحتى يتغير لون الخليط ويصير بهذا اللون الأبيض. هلأ هون أخذت برش بردقانة كاملة، وبدي اخذ عصير بردقانتين، بيعطوني طعم كتير طيب. هلا بضيف عصير البردقان، وبدي تقريبا 3/4 الكاسة من الزيت النباتي. بحركهم مع بعضهم. هلا بدي انزل بالطحين يلي نخلته اول مرة، وبدي نخله مرة تانية وانزل فيه فوق الخليط بهي الطريقة. كتير مهم هدول الشغلات يلي عم ساويهم حبايب لحتى ينجح معكم الكيك ولحتى ما يهبط بالفرن. هالطريقة اللي عم ساويها ياريت تتبعوها بحزفيرة. هلأ في عندي هاي هون صينية البريكس، دهنتها بالزبدة. طبعا فيكن تختاروا اي صينية موجودة عندكم. وهون حطيت جوز الهند، بيعطي طعم كتير طيب وما بيخلي الكيكة تلزق بالصينية. هلأ دقيت الصينية شوي صغيرة، فوتت على الفرن على درجة حرارة 180. أول شي من تحت مدة تقريبا 20 دقيقة، 20-25 دقيقة، وبعدين فوق وتحت شغلت الفرن. يعني كلياتها أخذت معي 35 دقيقة، وهيك صارت عندي الكيكة جاهزة. بس طلعها من الفرن، بتركها شوي ترتاح برا بعدين بقطعها. شايفين حبايب؟ لسه البخار عم يطلع منها، بس أنا حبيت فرجيكن النتيجة تبعيت الكيكة. طريقة كتير سهلة ومضمونة 100%. أي حدا عنده أي سؤال ياريت تكتبولي بالتعليقات. جربوا الوصفة، بتمنى منكن اللايك ومشاركة الوصفة. تحياتي لألكن جميعا من مطبخ الشيف لؤي عيسى.